مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. الصيف في مصر دايما ليه طعم مختلف، والحقيقة أنه بلدنا ثرية يعني قوتها الناعمة العظيمة اللي على مر الأجيال بتزداد، وأنه يدخل عليها نوع من أنواع الحداثة، هذه يعني الإرث المصري العظيم والإرث العربي العظيم شيء مهم وشيء يلفت أنظار أجيال تانية يمكن ما تكونش بتتابع هذا التراث الغني. النهاردة انطلقت أول حفلات مشروع الأساتذة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. بدأت الحفلة بالفعل النهاردة الساعة 8:30، والحفل ده برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصوت مصر العظيم الجميل النجم الكبير مدحت صالح، هو بيحيي أولى الحفلات النهاردة. والحفلة هيكون فيها يعني مجموعة من الأغاني، يمكن ابتدت بقولوله للفنان الجميل العندليب الأسمر عبد الحليم. الحفلة هيكون فيها مجموعة من الأغاني لتسع ملحنين كبار زي عبد الوهاب والسنباطي وبليغ حمدي، ويعني هتكون ليلة حافلة كلها أكيد يعني متعة وإبداع فني عظيم. يعني الحقيقة عايزين نروح مع حضراتكم نشوف أجواء الحفل اللي موجودة هناك في دار الأوبرا وتفاصيل هذا المشروع العظيم. دلوقتي بينضم لنا من دار الأوبرا المصرية من أمام المسرح الكبير كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. مساء الخير عليك يا كريم، وطبعا يعني مبسوطة أن أنت موجود هناك، ويا بختك يا كريم، انقل لنا أجواء الحفلة وأجواء الحضور ويعني كل الأجواء الاحتفالية الموجودة داخل دار الأوبرا المصرية بهذا الحفل الكبير. مساء الخير يا هدير، ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج التاسعة والقناة الأولى للتلفزيون المصري. فعلا دايما مصر بيبقى ليها بصمه خاصه وطابع خاص في كل المجالات، يمكن الفن من اهم المجالات اللي احنا دايما متصدرين فيه من زمان جدا جدا. النهارده في دار الاوبرا المصريه يعني شاهدنا اكتر من فعاليه خاصه بانشاء جيل جديد بيسعى دايما ان هو ينشر الثقافه عن طريق الفن. شاهدنا كمان فعاليات بتتكلم عن ارواح مصر زمان وازاي نقدر نحافظ على التراث المصري. لكن دلوقتي زي ما انت قلت يا هدير، فعلا من حفل الأساتذة اللي هو النهاردة بيحيي الفن المصري، ولكن بيتم إحيائه عن طريق النجم الكبير مدحت صالح بطريقة مميزة برضو ومختلفة. زي ما قلنا أن مصر دايما ليها الريادة فيما يتعلق بالفن، وتحديدا كمان الغناء المختلف. تكلمتي على عبد الحليم حافظ، تكلمتي على أكتر من مش هنقدر نقول بس مغنيين، لكن هنقدر نقول أن هم من عظماء الغناء بشكل عام في العالم العربي. كمان الحقيقه الحفل النهارده مش بيعتمد بس على الطابع المصري، لا، هو النهارده الفنان الكبير مدحت صالح قرر ان هو ياخد الحفل في سياق قومي عربي اذا جاز التعبير، ان هو هيتكلم بس عن موسيقى خاصه عربيه، هيدمج الموسيقى العربيه والمصريه سوا، هيغني اغاني مش بس بتاعت مدحت صالح، قال ان هو مش هيغني كمان مدحت صالح النهارده لنفسه، لكن هيغني للمغنيين العرب، هيغني للمغنيين المصريين، وهيدمج الموسيقى العربيه المصريه. والحقيقه انه في اقبال كبير جدا، خصوصا الفتره اللي فاتت كان حضرنا العديد من الحفلات الحقيقه اللي بتحيي التراث الفني الغنائي سواء في مصر او حتى في بعض الدول العربية الشقيقة، اللي اقامت بعض الحفلات فعلا اللي شارك فيها عدد كبير جدا من النجوم في مصر وخارج مصر، وكمان احيوا الاغاني المختلفة. اقبال الجماهير النهاردة طبعا مميز، لانه مدحت صالح كمان الفنان الكبير ليه بصمة الحقيقة قديمة وجديدة. بصمة قديمة بمعنى ان كل اللي حابب يسترجع ذكرياته القديمة بيسمع لمدحت صالح، اللي حابب كمان دلوقتي يسمعه يطرب لاغانيه بيسمع مدحت صالح، لكن ما بالك بقى لما بيسمعوا ده في ظل دمج كبير جدا مع اغاني العظماء زي عبد الحليم حافظ وزي غيره من الموسيقى العربيه. وكمان هيكون في فرصه كبيره للي حابب ان هو فرصه للشباب بشكل عام ان هم يعرضوا مواهبهم المختلفة، وان هم كمان ده يكونوا عن طريق التجديد. هم قرروا ان دي تبقى حملة مختلفة للتجديد، التجديد عن طريق التعلم من الماضي وازاي انه كان في الصدارة الفنية، الفن الهادف، الغناء الهادف، اما غناء متعلق بدغدغة المشاعر سواء كانت عاطفية او حتى وطنية، ازاي ان هم يقدروا يدمجوا الفن العظيم القديم، وازاي ان هم يقدروا يطوروه ويطلعوا بيه كمان لفن مبتكر. مش بس كده، الحقيقة مش بس فن مبتكر وجديد، لكن هم عايزين
عايزين ان احنا نقدر ندمج كمان الفن اللي موجود دلوقتي. بنسمع دلوقتي عن الشباب التيك توك وشباب بعض الاغاني الشعبيه المختلفه والكلمات المختلفه، قرروا ان هم ازاي يرتقوا ببعض الكلمات الاغاني اللي موجوده في الشارع دلوقتي، وازاي يقدروا يدمجوا ما بين الفن اللي موجود دلوقتي والفن القديم عشان نقدر نحافظ على بين الاجيال، ما يبقاش في يعني جاب او حفره ما بين الاجيال، نقدر نسد الفجوه دي عن طريق ان احنا ناخد الاغاني دي وناخد كمان الفكر القديم ومع بعض نقدر نطورهم وندمجهم ونطلع بفكر جديد مختلف كمان يقدر يسمعوا كل الاجيال، سواء كانت اجيال السبعينات الستينات الاربعينات كمان الاجيال الالفينات فيما بعد ذلك. هو ده الهدف الحقيقي من الحمله، وابتدت النهارده بالفعل زي ما قلت الساعه 8:30، اقبال كبير جدا من الجماهير. كمان يمكن الرؤيه من ورايا باينه، الصوره من ورايا الاحتفالات الحقيقه الصوره مبهجه جدا، في اقبال كبير جدا من الناس وكله عنده امل كبير تبقى خطوه اولى الحقيقه للتطوير وخطوه اولى لان هم يرجعوا الفن الهادف وتحديدا من مصر اصل وعراقه الفن الاصيل. صحيح يا كريم، يعني الحقيقه الاجواء عظيمه والصوره خير دليل من وراك، واكيد عشان نشوف حفل بالعظمه دي كان هناك الاستعداد يعني كبير جدا من قبل كل القائمين على الحفله، ويمكن كان هناك صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهم سهرانين، بنشوف المايسترو مع الفنان الكبير مدحت صالح وهم شغالين بنفسهم واقفين على كل التفاصيل، وعلشان نشوف مساله انه ندمج شكل جديد للالحان او يعني ادخال الحداثه زي ما بيقولوا على الالحان القديمه مع الحفاظ على البناء الاساسي والمقامات للالحان، أكيد مجهود كبير حتى في التحضيرات والإضاءة على المسرح، أكيد كان مجهود كبير. يعني هل تحدثت مع يعني أحد القائمين على الحفل وأنت هناك، ويعني اقتربت أكتر من موضوع الاستعدادات؟ الحقيقه انه الاستعدادات كانت يعني جاهزه من فتره كبيره، النهارده كان فقط الاطلاق الاول اذا جاز التعبير لهذا الاحتفال، الموضوع مش متعلق باستعدادات خاصه بيوم واحد بس يهدير او استعداد حفل واحد بس، لكن الاستعدادات سبقها شهور كتيره جدا من التحضيرات، شهور من التفكير، شهور من يعني فكره اختيار كمان الوجوه واختيار الرموز اللي هتشارك في هذه الفكره اللي هتقدر من خلالها ان هي تدمج زي ما قلتي الفن القديم والفن الجديد مع الحفاظ على البناء الاساسي وهو طبعا الفن المصري العريق. ولكن الحقيقه الاستعدادات واضحه من اللي احنا شايفينه بعينينا اكتر من ما شفنا الكواليس، لكن شايفين كمان بعينينا استعدادات كبيره جدا. الحقيقه انه دار الاوبرا دايما بنتفرج على المسرحيات والاحتفالات في المسرح الكبير او المسرح الصغير، النهارده الاستعدادات الخاصه بالاحتفال من خارج ابواب الاوبرا، من اول ابواب الاوبرا دخولا ل بداية من مركز الهناجر اللي عارف الأوبرا، تقدر من خلاله يبتدي يشوف الإضاءات اللي موجودة، يبتدي يشوف تجهيز الأوبرا وتجهيز المسرح الكبير لاستقبال الحقيقه المواطنين اللي هيجوا، المواطنين دول موجودين الحقيقه مصريين وغير مصريين موجودين، مش بس كده كمان الاستعدادات الخاص بالحفل نفسه والاستعدادات الفنيه، القائمين على الاحتفال عملوا مجهود كبير جدا، خصوصا انه الصوره زي ما قلنا هي هتنقل صوره مصريه عربيه بتتوجه لجميع الاجيال، بتتوجه لجميع الاعمار، فطبعا مزيج من الصعب الوصول ليه، ولكن مع ذلك تم إطلاق النهاردة الخطوة الأولى. الحقيقة مش بس كده، التجهيزات والاستعدادات مش بس خاصة بما قبل الاحتفال أو حتى بالاستعدادات الإضاءة واستعداد التجهيزات، لكن كمان الاستعدادات كانت خاصة بالأفكار، إزاي النهاردة أن هم يقدروا يخرجوا من السياق المعتاد عليه وأن هم يطلعوا بأفكار مختلفة للأغاني، يطلعوا بأفكار مختلفة للموسيقى، أنه كمان الفنان مدحت صالح قال في تصريحات خاصة ليه انه الموسيقى اللي هتبقى موجوده النهارده هي في الاساس موسيقى عربيه، وقال انه بما انه مصر كانت المصدر الاساسي للموسيقى والفن هيكون مبنيه على اساس مصري، وهيقدر ان هو يطلع من هذه الموسيقى العربيه بافكار جديده يدمجها موسيقى مصريه عربيه. ده كان المجهود الاكبر والاصعب اللي هم قدروا ياخدوا فيه الخطوه الاولى النهارده. هادي صحيح يا كريم، وده منتهى الابداع الحقيقه، يعني بنشكر كل يعني حد اشتغل داخل دار الاوبرا المصريه
عشان نشوف النهاردة هذا الفن وهذا الإبداع. وبنشكر كل القائمين على هذا المشروع ودكتور داغر، وبنشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنه ده بيعرض على الهواء مباشرة على قناة الحياة، تقدروا تستمتعوا بهذه الحفل. وبشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز وكل طاقم العمل معاك هناك في دار الأوبرا المصرية. الحقيقة أنا كنت بقول لحضراتكم أنه حفل دار الأوبرا المصرية، حفلة الأساتذة، شيء مميز جدا ومهم، والواحد مبسوط أن الحفلة دي بتتعمل في الصيف، لأنه أجواء مصر في الصيف طول عمرنا متعودين أنها أجواء كلها بهجة وفن وإبداع وانطلاق، وزورنا من كل العالم بيبقوا جايين مصر وعايزين يشوفوا ده، لأنه دي الصورة المصرية الخالصة اللي بتكون في أذهانهم. بالمناسبة دار الأوبرا المصرية قالت أنه التذاكر تم بيعها بالكامل بعد ساعات من طرحها. فالحقيقة يعني دي أولى الحفلات، نتمنى يكون في حفلة كل بداية شهر نستمتع بيها والناس تستمتع وتتبسط بيها دايما. وأنا بكلمكم عن الصيف وأجواء الصيف في مصر، لازم نتكلم عن مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة أنه مدينة العالمين الجديدة أصبحت وجهة هامة جدا 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 لكل الناس اللي بتبحث عن وجهة سياحية يعني فيها أحداث ترفيهية كبيرة، فيها شواطئ ما فيش أحلى من كده. اهتمام الدولة كمان بما يحدث في العالمين الجديدة ده شيء مهم. خليني أكلم حضراتكم عن حدث هو حدث ترفيهي يمكن يكون الأكبر في الشرق الأوسط في عالم الترفيه، هيحصل في مدينة العالمين. هيبدأ أولى فعاليات هذا الحدث اللي هو مهرجان العالمين خلال أيام قليلة، وهيستمر معانا طول موسم الصيف. الحقيقة أنه هيقدمه لكل الزوار سواء من جوه مصر أو من بره مصر على ساحل البحر المتوسط في مدينة العالمين تجربة صيفية فريدة من نوعها. المهرجان هيستقبل تقريبا 1 مليون زائر من كل أنحاء الوطن العربي والعالم. هيكون في مجموعة من الفعاليات المهمة جدا هتحصل هناك، سواء فعاليات فنية، وإحنا كنا بنشوف ده في مدينة العالمين خلال السنتين اللي فاتوا، وبنشوف قد إيه في فنانين عرب وعالميين كانوا موجودين هناك، وهنشوف ده بشكل كبير داخل المهرجان. مش بس كده، هيكون في كمان فعاليات رياضية كبيرة ومعارض وعروض ترفيهية أول مرة هتحصل في مكان واحد، إنه يحصل كل ده في مدينة العالمين. عشان كده بقول لحضراتكم هي يعني دلوقتي بتعتبر الوجهة السياحية الأكبر إقليميا، ويعني كل التجربة الترفيهية دي بالتأكيد هتكون عظيمة على شاطئ البحر المتوسط في مدينة العالمين الجديدة. موجود كمان فرق دولية واتحادات دولية لمعظم الرياضات هتكون موجودة في المهرجان، وهتستمتعوا إن شاء الله بصيف عظيم في مدينة العالمين الجديدة. موجود كل مشاهير العالم، كل الفنانين من الوطن العربي والعالم، والحقيقة أنه ده يعني مستوى يليق ببلدنا ومستوى نسعد انه يكون موجود عندنا. هيكون يعني منظم بشكل كبير جدا، لانه مصر الحقيقه بقى عندها خبره كبيره وشركات عظيمه في مساله التنظيم للاحداث العالميه اللي زي دي، واعتقد حضراتكم شفتوا ده في احداث حصلت بالفعل قبل كده. مهرجان العالمين يعني اعتقد انه حدث مهم جدا، احداث وفعاليات هتكون رئيسيه خلال الصيف ده. مستوى المدينه بالكامل الحقيقه مستوى عالمي، ويمكن كل الناس اللي زارت العالمين الجديدة تقدر تشوف ده، تقدر تشوف الخدمات العالمية يعني بتقدم للزوار بأعلى المعايير، من أول ما كنا بنتفرج زمان عن تصميم المدينة لحد ما شفنا التنفيذ اللي اتعمل بمعايير عالمية. يعني مدينة من مدن الجيل الرابع اللي مهم جدا إنها تكون موجودة داخل بلدنا، ونستمتع ونستفيد بالشواطئ اللي مهما زرت شواطئ في العالم مفيش شبه الشواطئ المصرية، وده يمكن بشهادة كل الناس اللي جات وزارتنا والسياح. وعليه احنا السنة دي السياحة المصرية المفروض ان احنا كنا حاطين تارجت نوصل ل 16 مليون سائح. يعني كل التقارير الدولية اللي طلعت انه مصر لو فضلت مستمرة بهذا النمط من السياحة اللي في تزايد، ودي حاجة تفرح يعني ما شاء الله، لأنه السياحة دي فاتحة بيوت ناس كتير جدا، وطبعا مصدر أساسي للدخل القومي. هنعدي 16 مليون، ده يعني توقعات عالمية للسياحة المصرية. فيعني الصيف إن شاء الله سعيد لكل زوارنا من الخارج ولكل الناس اللي جوه مصر، نستمتع بالأجواء الصيفية المصرية الخاصة جدا على مدينة العالمين الجديدة وداخل محافظات الجمهورية. يعني إن شاء الله صيف سعيد وأجازة سعيدة للناس كلها. هستأذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نبتدي حلقتنا.
أحمد منسي أيقونة الفداء اللي اسمه بيمتد لقائمة فيها أسماء لا تعد ولا تحصى وأعتقد لا تنتهي. قدموا أرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن علشان نحيا آمنين سالمين مطمئنين في هذا الوطن. اسم أحمد منسي هيفضل محفور بحروف من ذهب، وبطولات العسكرية المصرية تظل دائما هي الأعظم، وللحديث عنها الحقيقة حديث يعني مؤثر جدا. ولما بنحتفي بذكرى لقواتنا المسلحة بيبقى الحقيقة حديث قريب جدا من القلوب. فتحية لكل شهدائنا، وتحية لأهلهم، وتحية غالية لأرواحهم الغالية اللي يعني لولاهم ما كناش هنقدر ان احنا نعيش ونكمل في هذه البلد، واعتقد انه مصيرنا كان هيبقى مصير مختلف لانهم تصدوا بأرواحهم، وكانت بالنسبة لهم لحظة. يمكن احنا لما بنشوف الفيديوهات بتاعة الاستشهاد بنبقى مش قادرين نستوعب ازاي الشخص ده البطل ده عدى باللحظات اللي احنا واحنا قاعدين بنتفرج عليها جسمنا بيقشعر وبنبكي، هو كان عامل ازاي واللحظات دي كانت عليه عاملة ازاي. احنا يمكن النهاردة بنحتفل بالذكرى السادسة لملحمة كمين البرس، وهذا الكمين اللي استشهد فيه البطل أحمد منسي ورفاقه، وهم بيدافعوا عن كمين البرس بمدينة رفح. ودي معركة طبعا يعني تعد من أهم المعارك اللي خاضها جنودنا البواسل ضد الجماعات الإرهابية اللي موجودة في شمال سيناء. زي ما حضراتكم عارفين الملحمة دي ابتدت الساعة 4 الفجر يوم 7 يوليو 2017، ويعني بدأت بظهور سيارة مفخخة من بعيد، وابتدت الحراسة تنادي حرس سلاح لتعلن بدء ملحمة جنود الجيش المصري البواسل ضد الإرهابيين. ربنا يرحم كل شهدائنا يا رب، وتظل دايما أسميهم رايات مرفوعة، شعارهم دائما يعني أمن هذا الوطن واستقراره، ويعني الشعور بالأمن والسلم ده شعور غالي جدا الحقيقة، وهم بيدفعوا أرواحهم ثمن هذا الشعور. نتحدث عن تاريخ العظيم أحمد منسي، ويعني نروح مع حضراتكم للواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير على حضرتك، ويعني أكيد تاريخ طويل للعقيد أحمد منسي علشان يكون هدف لكل الجماعات الإرهابية اللي موجودة في سيناء، يعني يمكن حتى قبل ملحمة البرس اللي الناس كلها شافتها وتابعت تفاصيلها أكيد كان هناك تاريخ طويل من الشجاعة والبسالة اللي خليته يكون هو ورفاقه هدف لهذه الجماعات الإرهابية في سيناء. في أولا بقدم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا بالكامل وعلى رأسهم الشهيد أحمد منسي. بالمناسبة كمين البرس كان فيه 26 مقاتل مصري، 23 مقاتل استشهد، مقابل 150 يعني ارهابي غاشم من بالاضافه ل 12 عربه مدرعه كانوا معاهم في هذا الهجوم السافر اللي كانوا بيستهدفوا فيه يعني اذكاء او في ايجاد فكر لاقامه الدوله او ملامح الدوله برفع العلم على احد النقاط الارتكاز الامنيه في سيناء للتدليل على انهم مسيطرين بصوره او باخرى. في توقيت دلاله التوقيت في هذا السياق الذي نطرحها بعد تقديم الواجب من التحيه للشهداء 7/7/2017، تكرار رقم 7. هم دايما ابدا بيحاولوا يوجدوا تاريخ او علامه مميزه لحدث هام في مسيرتهم عشان يقدروا يدللوا من خلاله على تفوقهم ونجاحهم. هم كده يستهدفوا دايما عمليات الارهابيه، اعياد رسميه، مناسبات قوميه، دينيه، ايا كان المهم عشان يوجدوا لحدثهم ذكرى في هذا التوقيت. فلاحظ ان هو اختار يوم 7/7 لدلاله التوقيت. المكان كمين البرس تحديدا مجموعه من الاماكن الاخرى ليها دلالتها وليها شكلها. كمين البرس يعني منطقه مهمه جدا لوجستيه وامنيه بتربط ما بين يعني جنوب سيناء او وسط سيناء وجنوب رفح، يعني شمال وجنوب في المنطقه دي طرق الامداد اللي بتوصل للعناصر الارهابيه بالمؤن والعتاد ومصادر التمويل المختلفه. فبالتالي القضاء على هذا الكمين بتكلم في فلسفه العناصر الارهابيه في التعدي او الاقتحام ومحاوله اقتحام هذا الكمين تحديدا وما الى جواره، يعني من بعض الاكمنه الاخرى او مناطق القتل الارتكاز الامنيه الاخرى. الدلاله هنا والشاهد يؤكد على ان هذه العناصر
كانت بتحاول توجد لنفسها ساحة في المساحة المطروحة للهجوم. لكن تحية إجلاله تقدير في البداية وفي النهاية لأرواح الشهداء اللي وقفوا، من ضمنهم أحمد منسي هذا البطل اللي هو يمثل عناصر من الصاعقة المصرية ومن عناصر القوات الخاصة اللي تمرست وقدرت تقدم بطولات كتيرة جدا، في بطولات كتيرة يمكن ذكرها أحد المسلسلات اللي عرضت في رمضان اللي فات صحيح رمضان 22 اللي وضح البطولة وأهميتها للبطل القائد أحمد منسي. صحيح سيادة اللواء، يمكن احنا بنعرض مشاهد من مسلسل الاختيار، حضرتك بتتحدث عن ملحمة البرث وقد ايه دي كانت عسكريا حاجة صعبة جدا على هذا العدد الضخم من الارهابيين اللي حشدوا جميع قواتهم في ملحمة البرث، وهناك في المقابل شجاعة غير مسبوقة من احمد منسي ورفاقه لمنع يعني هذه العملية حتى استشهدوا. حضرتك بتشوف ازاي وجود اعمال فنيه ترصد هذه القصص الفدائيه البطوليه للاجيال اللي جايه كمان علشان تعي وتفهم قيمه هذه الشخصيات؟ احنا في معركه وعي دلوقتي، والحمد لله احنا عندنا بطولات، يعني كل مقاتل من مقاتلي مصر اللي على الجبهه سواء في مكافحه الارهاب او في اكتوبر 73 او في كل الملاحم البطوليه اللي خاضتها الدوله المصريه، ملحمه في حد ذاته وبطوله ومسلسل في حد ذاته، يعني اجراءات اللي نفذها. فبالتالي عندنا الذخيره، عندنا الامكانيات، عندنا بس عايزين نكتب بقى ونصيغ ونوضح. معركه الوعي يجب ان يتلقى وبتعمق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب ولدى النشأ، فبالتالي مش هلاقي بقى هروب ولاقي سفور ولاقي اتجاهات مختلفة جدا ضد الدولة المصرية، لا بالعكس كله يتعاطف ويتكاتف للإسراء يعني الدولة من كل الاتجاهات والتعاون معاها في كل الاتجاهات. الملحمة دي والتواجد ده والتكاتف ده والسيناريوهات ده والسيمفونية اللي بتعزف فيه، اعتقد انها في النهاية بتخلد وبترسخ لمفاهيم كتيرة جدا، من اهمها حفاظ على الاستقرار والامن القومي داخل الدولة المصرية وعدم يعني ايه الانخراط او الانزلاق وراء دعاوى الهدم ودعاوى التخريب ودعاوى الفساد اللي بيحاولوا يرسخوها دلوقتي من خلال غزو الفكر والثقافة الممنهج على الشعب المصري بادوات مختلفة وباليات مختلفة وباتجاهات مختلفة. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على وجود حضرتك معنا، وتحيا دائما ذكرى الشهيد أحمد منسي، وتظل كل أسماء شهدائنا محفورة في قلوبنا وفي ذاكرتنا ودايما نحكي عنها لأولادنا ونذكرهم بهذه البطولات. ويمكن من هنا بتيجي أهمية وجود أعمال فنية سواء مسلسلات سواء حتى أغاني بيرددها الأطفال، وشفنا يمكن تفاعل الأطفال مع شخصية أحمد منسي وإزاي ابتدوا يقلدوه وابتدوا يعني يشوفوا يقلدوا التفاصيل الشخصية وقسماتها اللي شافوها داخل مسلسل الاختيار. كل التحية لكل أهالي الشهداء في كل مكان، والنهاردة على وجه التحديد تحية لكل أسر شهيد أحمد منسي ورفاقه الشهداء، والله يرحم شهدائنا جميعاً. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه تم الإعلان من قبل وكالة الفضاء المصرية أنه في إطلاق لقمر صناعي من الصين نهاية العام ده. إيه اللي بيحصل وإيه التفاصيل دي وليه ممكن يكون إطلاق هذا القمر الصناعي مهم، وإيه استراتيجية دخول مصر في هذه الصناعة، وأهمية امتلاك مصر أيضا لهذه الأقمار الصناعية لأنه ده مش القمر الصناعي الأول، وإيه هو نوعه؟ هنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل من دكتور محمد العراقي عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وقيمة وأهمية امتلاك مصر لهذه الأقمار الصناعية وهذا القمر على وجه التحديد وأهم تفاصيله. مساء الخير يا فندم، بداية أتقدم لحضرتك والقائمين على هذا المنبر بالشكر والتي تعكس اهتمام بالفضاء وتكنولوجيا الفضاء. هذا القمر اللي هو نيكسات اختصار ل اكسبيرمنتال ساترايت او القمر الصناعي التجريبي، هو القمر الاول لسلسله من برنامج الاقمار التجريبيه. والاقمار الصناعيه زي ما احنا عارفين بتقسم يعني على حسب المهمه أو على حسب الارتفاع اللي هي بتتواجد فيه أو الوزن. هذا القمر بيبقى في مدار قريب من الأرض ووزنه تقريبا 65 كيلوغرام، وتم تصنيعه بالشراكة مع جهة ألمانية
والقمر دوت تبرز اهميته من ان الجانب المصري في مشارك بنسبه فيه. فنسبه مشاركه الجانب وكاله الفضاء المصريه في هذا القمر بتقترب من 40%، وهي بتشتمل على البرمجيات بالكامل تم تطويرها في وكاله الفضاء المصريه، أعمال التجميع والتكامل والاختبار أيضا تمت في الوكالة، وكذلك التنسيق للإطلاق مع الجانب الصيني. طب دي نقطة مهمة جدا يا دكتور محمد، عايز أتوقف مع حضرتك عندها، مسألة أنه 40% من يعني صناعة هذا القمر وكلت لكوادر مصرية، وهنا نقدر نتكلم عن مزيد من الخبرة بيكتسبها كل العاملين في هذا المجال في مصر. بالضبط، هو القيمة الحقيقية لهذا القمر تحديدا هو بناء كوادر مصرية قادرة على التعامل مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، وأيضا بناء بنية تحتية قوية في الوكالة. يعني أعمال التجميع والتكامل والاختبار كانت بتتطلب معامل، بتتطلب أجهزة، بتتطلب تدريب كوادر، ده بالفعل تم في الوكالة، واحنا دلوقتي اصبحنا قادرين على الانتاج او التعامل مع تكنولوجيا هذه الاقمار، ومستهدف ان احنا نرفع النسبه دي في القمر الثاني باذن الله. عظيم، لكن هذا القمر نكسات ماذا يضيف لمصر او المجالات المستخدم فيها؟ بالضبط، المستخدم النهائي هو طرف مهم من دورة المشروع الفضائي. يعني الجزء المرئي هو القمر الصناعي، ولكن القمر الصناعي ده بيقعد في المدار فترات فترات تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات لو هو مدار قريب من الأرض. في خلال هذه الفترة بيمد المستخدم ببيانات أقمار صناعية أو خدمات. هذا القمر بالتحديد هو قمر مخصص لأغراض الاستشعار من البعد، ومزود بكاميرا بدقة تقترب من 5 متر، وهي يعني هتبقى الفايدة الأساسية منه هي التقاط صور من الفضاء لمصر، وبالتالي هنقدر يبقى عندنا حصر للمنتجات الزراعيه، للامتداد العمراني، التعديات على الاراضي الدوله، كل هذا يمكن مراقبته من الفضاء لمساحات شاسعه لا تستطيع الانظمه الارضيه انها تتعامل مع هذه المساحات. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد العراقي، عضو مجلس اداره وكاله الفضاء المصريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا، خليكوا دايما معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده العالم بيحتفل بالشوكولاته، اليوم العالمي للشوكولاته النهارده. يعني كل الناس بتحب الشوكولاته، الكبير والصغير بيحب الشوكولاته، الناس مودها يتغير شويه، تقول لك لما اكل شوكولاته علشان بتحسسني بالسعاده وبتغير مودي. هل ده حاجه علميه؟ يعني هل موضوع انه ناكل شوكولاته ده يغير مودنا باي نوع من انواع الشوكولاته؟ طب هل الناس بقى اللي الموضوع بيتحول معاها لحاله يعني من مش عايزه اقول ادمان، بس يعني افراط في اكل الشوكولاته طول الوقت والصبح وبالليل واي وقت هو عايز ياكل شوكولاته، وده يمكن حتى بيحصل في الاطفال الصغيرين. احنا يعني بنكلم حضراتكم عن اليوم العالمي للشوكولاته وازاي الناس ممكن يعني تتناول الشوكولاته في اي حد، يعني نقدر ناكل منها لحد فين، لانه كل الناس بتحب الشوكولاته بكل انواعها، الشوكولاته البيضاء اللي يمكن حتى ما فيهاش كاكاو الناس بتحبها وبنسميها شوكولاته، واعتقد انه ده حاجة غريبة يعني. وكل أنواعها بقى، يمكن الناس اللي بتحاول تحافظ على غذاء صحي بتتناول الشوكولاتة الداكنة شوية اللي بتبقى فيها يعني فيهاش بقى مكسرات وما فيهاش حليب كتير. نرجع لدكتور منال، حضرتك معانا دكتور منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء. يا دكتور حضرتك تسمعينا دلوقتي؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة هدير، مساء النور على حضرتك وعلى السادة مشاهدي القناة الأولى. هل تناول الشوكولاتة يا دكتور ليه علاقة بتغيير المزاج العام؟ ولو الناس حست شوية أن مودها مش قد كده، على طول حضرتك أكيد بتسمعي ياكلوا شوكولاتة، هل ده حقيقة علمية؟
ده حقيقي، الشوكولاتة واحدة من أحلى وألذ وأشهى الأطعمة المتداولة حول العالم، وبتعتبر من أغذية السعادة لأنها بتحتوي على مادة التريبتوفان. مادة التريبتوفان بتزود شعورنا بالسعادة، بتقاوم الاكتئاب، بتخلي المود حلو وظريف. والشوكولاتة ليها فوائد عديدة أخرى، وإحنا لما بنقول الشوكولاتة الصحية بنتكلم عن الشوكولاتة الدارك اللي نسبة الكاكاو فيها بتتجاوز بالضبط كده نسبة الكاكاو الخام فيها بتتجاوز 70%. بيتميز هذا النوع من الشوكولاتة إن نسبة السكر فيه بتكون قليلة، نسبة الدهون فيه بتكون أقل، فبالتالي جسم الإنسان بيعرف يستفاد من الفوائد، زي إنها بتقلل نسبة الكوليسترول الضار، بترفع من نسبة الكوليسترول المفيد في صحتنا، بتنظم مستوى السكر في الدم، غنية بمضادات الأكسدة اللي ليها دور كبير جدا في مكافحة الخلايا السرطانية. يعني يا دكتور منال المفروض كده مرضى القلب والضغط ما ياكلوش غير شوكولاتة داكنة؟ يكونوا حريصين ان هي موجوده في نظامهم اليومي. يعني مثلا مكعبين من الشوكولاته الداكنه يوميا بما يوازي 20 جرام شوكولاته يوميا، ده بيكون شيء امن وشيء صحي. وبالنسبه كمان لطلاب الثانويه العامه انا بنصحهم ان هم ياخدوا مكعبين شوكولاته قبل دخول الامتحان، ده هيزود التركيز. أيوة لان الشوكولاته عظيم، ياكلوا شوكولاته قبل الامتحان، لكن انا عايزه اقول لك ان مش كل الناس بتاكل الشوكولاته الداكنه او بتستحمل طعمها، وناس كتير مش بتاكلها. طب الشوكولاته الثانيه اللي فيها حليب ومكسرات والشوكولاته البيضه نقدر ناخد منها، ولكن نقلل من الكميات المتناوله منها لانها فيها نسبه سكر عاليه، السكر العالي ده بيدينا سعرات حراريه عاليه وبيزود الوزن. بار شوكولاته واحد يعني يا دكتور يكفي في اليوم؟ لا، نخليه نص بار شوكولاته، مش الشوكولاته اللي هي الحليب وفيها السكر، الشوكولاته المتداوله العاديه. بالنسبه للشوكولاته البيضاء هي من ليها عشاقها بالملايين حول العالم، ولكن منظمه الاغذيه والزراعه الفاو ما بتصنفهاش من الشوكولاته لانها أصلاً لا تحتوي على الكاكاو، هي بتحتوي على زبدة الكاكاو وبعض الإضافات الأخرى اللي بتخليها تدينا نفس الشعور عند تناول الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة العادية. اللي كتير من السادة المشاهدين ما يعرفوش إن الكاكاو، طبعا الشوكولاتة بتتعمل من أشجار الكاكاو، يا ثمار أشجار الكاكاو، الكاكاو مصنف من الخضروات، يعني بيتبع نفس العائلة اللي بتنتمي ليها البامية اللي هي مالفيسيا. كده الناس هتاكل الشوكولاته يا دكتور وتقولك ده خضار ويعني هيزودوا منها. عايزه اقول لحضرتك طبعا هي صنفت كده لارتفاع من مضادات الاكسده اللي فيها والفوائد العديده، وكمان بتحتوي على الزنك والسيلينيوم اللي بيقوي المناعه، والزنك والسيلينيوم من الحاجات الهامه جدا للمناعه، ولكن لا افراط ولا تفريط. مش معنى ان هي مفيده وصحيه ان احنا نكثر من التناول. عايزه اقول برضو ان فيها بعض المواد زي مادة إثرو برومين اللي بتعادل الكافيين تقريبا، فهذه المادة برضو نخلي بالنا منها، هي بتنشط الدورة الدموية وبتدي شعور باليقظة والانتباه والحاجات الجميلة دي. وده يقول ان احنا ما ناكلهاش بالليل علشان التسوس وعلشان الكافيين اللي موجود فيه. ده حقيقي، وكمان بعض كبار السن بيتعارض الكافيين مع الادويه، فنخلي بالنا من الحاجات دي بالنسبه للشاي والقهوه والحاجات اللي بتحتوي على الكافيين والمشروبات الغازيه، قد تتعارض مع بعض الادويه المتناوله. فهي الشوكولاته الدارك او الشوكولاته بشكل عام هي حاجه مفيده، ولكن بندعو الناس انها تجربها ولا تفريط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منال عز الدين الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب نروح لموضوع تاني الحقيقة، هو موضوع يعني ايه الناس كلها يعني شغالة عليه الأيام اللي فاتت، في حالة من الهجرة الجماعية من تويتر للأبليكيشن الجديد الخاص بشركة ميتا ثريدز، ومجموعة كبيرة جدا من الناس عملت أكاونت على ثريدز، ومش عارفة الأرقام وصلت لحد فين دلوقتي، لكن كنا بنتكلم عن 10 مليون أكاونت خلال ساعات، وده رقم كبير الحقيقة. في المقابل ابتدوا الناس يشوفوا انه في اعطال حصلت في انستجرام وفيسبوك وواتساب، ويعني يمكن الاف الناس اشتكوا من الاعطال التقنيه اللي حصلت في الابلكيشنز دي اللي كلها خاصه بشركه ميتا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اعتقد ان معظم الشكاوى كانت ليها علاقه بخدمه الرسائل.
ايه الحكايه؟ المشكله فين بالظبط؟ هل الموضوع له علاقه بانه مثلا ايلون ماسك بيرد على اللي حصل في انه يبقى عندنا ثريدز بتملكه شركه ميتا، وعن حديثه انه نسخه طبق الاصل من تويتر؟ نتكلم مع حضراتكم اكتر بشيء من التفصيل مع المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، والى اي مدى شايف مساله الهجره الجماعيه اللي حاصله من تويتر لثريدز، وهل ده مستمر ولا هي يعني الناس كلها راحت لهذا التطبيق ومش هيكمل بالشكل ده؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. أول حاجة عايز أقولها إن 70 مليون شخص عمل حساب على ثريدز في الوقت الحالي، وكل شوية الأرقام عمالة تزيد. تاني حاجة عايز أقولها لحضرتك إن أربع أخطاء، ودي متوقعة الصراحة، إن أول 5 أيام من انطلاق أي تطبيق في أي شركة بيحصل فيها مشاكل، بيحصل فيها ثغرات، بيحصل فيها تحديات، فإحنا بنشوف كتقنيين التحديات والثغرات دي، فبالتالي اللي حصل ده أمر طبيعي جدا جدا يحصل، وليه علاقة بسيرفر ميتا بشكل عام لأنه عليه ضغط كبير جدا. يعني حضرتك شايف إنه السبب أربع حاجات: عطل في انستجرام في الصور والفيديوهات ما بيبعتوش، وتاني حاجة اللي حسابه معلق على انستجرام وقفل منه مش بيقدر يرجع عليه تاني، وتالت حاجة في تطبيق ثريدز برضو نفس النظام مش بيقدر يعمل لوج إن تاني على الحساب، ورابع حاجة وإن هي الفيسبوك ومنتجات شركة ميتا كلها مش مظبوطة عند بعض الناس لو حسابهم شغال. فأنا عايز الناس تاخد بالها الأيام الجاية دي كويس جدا، أي عطل يحصل محدش يتخض، كله يأمن نفسه بالطريقة الصحيحة اللي احنا دايما بنطلع ونوعي الناس بيها، وكله ياخد باله لأنه احنا في ترند عام كبير جدا. يعني ده أول تطبيق في العالم يحصل على عدد المستخدمين دول في عدد الساعات القليله فقط. صحيح، وكان في يعني حديث عن باقي التطبيقات وانه ده ما حصلش في اي تطبيق قبل كده العدد ده في عدد عدد المستخدمين في عدد الساعات. شايف ان اللي حصل ده ممكن يخلي ايلون ماسك يرجع عن التطورات او التعديلات اللي هو عملها في تويتر خلال الفترات اللي فاتت، سواء مساله الفيريفيكيشن او كمان مساله التويتات وعددها؟ هل ده ممكن يخلي في تعديلات أو تغييرات تحصل في تويتر؟ وهل لو ده حصل يخلي الناس ترجع من ثريدز تستخدم تويتر ولا لا؟ أنا بحيي حضرتك جدا على السؤال اللي حضرتك سألتيه ده، لأن ده فعلا سؤال مهم جدا. بما أن حضرتك جبت سيرة إيلون ماسك فلازم نقارنه بمارك زوكربيرج. أول حاجة مارك عنده خبرة كبيرة جدا في إدارة منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء المنصات لأن هو طول عمره شغال في الكارير ده. لكن إيلون ماسك لسه جديد في إدارة منصات التواصل الاجتماعي ومسك تويتر وبدأ يحط رسوم على كل حاجة فيه حرفيا، وده اللي خلى شركات كبيرة جدا ومنتجات معروفة قوي تعلن بره منصة تويتر. فبالتالي فرض الرسوم، وفرض الرسوم على العلامة الزرقاء، وفرض الرسوم على التويتات، هو خسر متابعين كتير جدا مستخدمين تويتر بشكل عام، رغم انه في بعض الدول رقم واحد. بدأوا الناس دي يعتمدوا منصة ثريدز ويكون هي المنصة الأولى في التويتات الرسمية والمنصة الأولى في كل حاجة. حتى رؤساء الدول بدأوا يخشوا على منصة ثريدز وهيعتمدوها برضو كمنصة رسمية لتداول الأخبار الرسمية البسيطة. صحيح، واعتقد ان ده يبرهن على يعني على دلاله نجاح ثريدز خلال الايام اللي فاتت، وبالتاكيد احنا قدام ايضا المزيد من التعديلات والتغييرات اللي هتطرا على ثريدز نفسه علشان يعني يناسب الجميع، لانه الناس بتتحدث عن انه يعني عايزين المزيد من التعديلات، ويمكن الناس لسه مش فاهمه التطبيق قوي، مع الايام اللي جايه هيفهموه اكتر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مع فقره هامه جدا عن التغيرات المناخيه اللي العالم كله بيشهدها، وانها مش موجه حاره والسلام، احنا بنشهد تغيرات مناخيه تؤثر على كل شيء حي على وجه الارض. نروح لفاصل ونرجع نتكلم مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة إنه الحديث عن التغيرات المناخية حديث مستمر، ويمكن البعض كان بيحس إنه الحديث عن التغيرات المناخية ده حديث نخبوي ومش بيشعروا بيه، لكن كم اللي احنا شفناه من تغيرات مناخية
في بلدنا وفي بلاد أخرى الحقيقة خلانا نؤمن بضرورة التحرك الفاعل لإنقاذ الكوكب من هذه التغيرات المناخية، أيضاً أنه يكون في أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية لهذه التغيرات المناخية، ده شيء مهم جداً أن احنا نتكلم عنه. ودلوقتي معانا في الاستوديو ضيفنا الكريم دكتور كريم سليمان أستاذ البيئة وتغير المناخ للحديث حول هذا الموضوع. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلاً بسيادتك. أهلاً بك. زي ما كنت بقول يمكن الناس كانت بتحس أنه موضوع التغيرات المناخية ده موضوع نخبوي وإحنا بعيد عنه، في حاجات كثيرة مهمة أكتر، لكن الحر اللي احنا بنعيشه، واعتقد ده ما كانش الجو العادي بتاعنا، مش احنا بس، بلاد كتير يعني اوروبيه وعربيه بتشهد تغيرات مناخيه كبيره جدا، من اول بلاد بيحصل فيها فيضانات بشكل كبير جدا لحرائق الغابات اللي احنا شفناها لجفاف انهار. فيعني هل اللي احنا فيه ده شيء قابل للعوده ولا خلاص؟ يعني الاجواء الحاره دي مثلا على وجه التحديد مش هتتعدل، احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره. اولا هو انا بحيي حضرتك على فكره ان هو قابل للعوده، لعل يكون في جزء من التفاؤل في اللي احنا بنقوله. التغيرات المناخيه هي سلسله مترابطه، فهي مجرد ما بيبدا الاحداث بتاعتها هي بتبدا تتوالى وتسلم بعضها، فاحنا عندنا ابعاد كتير جدا ليها. لو احنا بنتكلم في بعد الحراره اللي احنا بدانا نحسها، ان الحراره المتغيره زياده عن اللزوم سواء بالارتفاع او الانخفاض في اوقات غير اللي احنا متعودين عليها، ده علامه ومؤشر. المؤشر ده مش بس على درجات الحرارة لينا إحنا اللي إحنا بنبدأ نحسها كأن إحنا نبقى حرانين أو بردانين، هي لها تبعيات أخرى، إن أنا عندي مواسم زراعة هتختلف وبالتبعية هيبقى عندي جزء اقتصادي هيختلف، وبالتبعية هيبقى عندي أمراض المفروض إنها أوبئة كانت بتظهر في أوقات معينة أو في مواسم معينة هتختلف مواعيد ظهورها، إن ما كانتش هتبقى أكثر شراسة أو أنواع أخرى تنتشر في أماكن أخرى. فهي الفكره ده اعتقد منظمه الصحه العالميه نوهت عنه بالظبط، هي حذرت منه اكثر من مره، خاصه بعد الكوفيد لما بدا ان يبقى في تركيز على المنظومه دي. البعد بتاع الملف التغيرات المناخيه هو زي ما سيادتك قلت، هو مش للنخبه ولا هو حاجه بعيده عننا كلنا، بس احنا ممكن ما يبقاش التاثير مباشر في الحراره. احنا عندنا تاثير في حاجات بسيطه جدا بنحسها، انا عندي مشكله في الزراعه هقابلها، عندي مشكله هتبقى في الاكل ودي بتاعي، ودي مشكله غذاء، والعالم الان لا يحتمل المزيد خالص في مشاكل الغذاء بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه ومشاكل الحبوب اللي العالم كله بيقابلها. بالظبط سيادتك، فاحنا بنتكلم على مجالات كتير جدا هتوصل لنا وهتمسنا، الموضوع مش موضوع بس تغيرات مناخيه. عندنا احنا دوله عندنا بحرين، فعندنا شواطئ هتتاثر، يمكن شواطئ المتوسط اكتر هتتاثر. شواطئ هتتاثر يعني معناها دول ساحليه اقتصادها الاساسي ساحلي هيتاثر وتبعياته. عشان كده دايما بقينا حابين ان احنا لما نيجي نتكلم مع المواطن نتكلم او مع الناس اللي محتاجه ان هي تستوعب الموضوع بصوره مبسطه، ادخله في كل الابعاد، ما ادخلوش بس في البعد بتاع ان المناخ هيتغير ودرجات الحراره، لا، هدخلك في كل الابعاد، سياسي واقتصادي واجتماعي، علشان تبدا تشوف بالرؤيه اللي احنا شايفينها من المخاطر المتعدده للموضوع. هو الانسان هنا مصدر رئيسي في التغيرات المناخيه، ولا الحديث عن الدول الصناعية الكبرى هي اللي بتحدث التغيرات المناخية؟ بص يا تك، هو إحنا مش الأساس كدول في طور النمو أو كدول نامية، ولكن إحنا الأكثر تضررا، يعني إحنا لا إحنا الأساس ولا إحنا برضو الأقل تضررا، لا ده إحنا الأكثر تضررا. والأكثر تضررا مش راجع علشان الانبعاثات بتيجي علينا أو كده، لا، هي راجع علشان إحنا عندنا مجالات إن إحنا عايزين نخش في طور الصناعة، ولكن بقى في قيود دولية هنسميها باتفاقيات دولية بتحد من الانبعاثات. طب انا لسه هبدا، انا لسه محتاج ان انا اصنع، انا عندي مشكله احتباس حراري هتاثر على معدلات الزراعه عندي، هتاثر على معدلات الميه، هتاثر على معدلات التنميه اللي انا عايز اعملها، وبالتبعيه عندي حدود فقر هتزيد وعندي حدود بطاله هتزيد. ودي المشكلات الاقتصاديه والتبعات الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عنها على اثر التغيرات المناخيه. بالظبط. هنستمر في الحديث يا دكتور كريم، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا حول التغيرات المناخيه وتاثيراتها المختلفه مع دكتور كريم سليمان استاذ البيئه وتغير المناخ. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. نستكمل حديثنا مع دكتور كريم سليمان استاذ البيئه وتغير المناخ حول تاثيرات التغيرات المناخيه على حياتنا بأبعادها المختلفة. أنا هقول لسيادتك عشان نبسطها للناس، إحنا لو بنتكلم على التأثيرات الطبيعية اللي إحنا ممكن نشاهدها عموما، عندنا فيضانات، عندنا ودي حصلت السنة اللي فاتت فعلا وحصلت في أماكن كبيرة، عندنا تبديل في كميات الأمطار وأماكن هطول الأمطار، وده هيؤدي إلى جفاف
هيؤدي الى ان في اماكن احنا عايزين نزرعها ما بقيناش عارفين نزرعها. مش بتكلم على مصر بس، انا بتكلم على العالم ككل، لان التاثيرات ما بقتش بتطول دوله واحده. دي كلها بنسميها التاثيرات الطبيعيه. تبعيات هذه التاثيرات الطبيعيه ان احنا هيبقى عندنا خساره في التنوع البيولوجي. يعني ايه التنوع البيولوجي؟ يعني انا بتكلم ببساطه جدا ان حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجه في اتزان. خلل، اي خلل فيها هيؤدي في النهايه لمصدر الاكل بتاعك. هو مش هيؤدي لخساره حاجه عاديه. واعتقد انه اكبر دليل هنا نشير للاحياء المائيه والتاثير بتاع التغيرات المناخيه عليه. التغيرات المناخيه هتؤدي الى ان الثروه السمكيه، كان المفروض ان في اماكن معينه معروف ان الاماكن دي في دول ساحليه بتعتمد على الثروه السمكيه. الاقتصاد بتاعها اللي معتمد وقائم على الثروه السمكيه هيتاثر، لان المعدلات الثروه السمكيه بتاعتها هتتاثر نتيجه تغيرات الحراره. يعني انا مش بتكلم في بعد الاكل بس، بتكلم في البعد الثاني، المنظومه الاقتصاديه بتاعتها. عندنا المنظومة الاقتصادية أبسط حاجة فيها، أبسط مثال المواطن بيلمسه هو إن كل حكومة بتبدأ إنها تحط الخطة بتاعتها وموازنتها فيها جزء للتطوير والتنمية ورفع المعاناة والحد حد الفقر. لو أنا دلوقتي وجهت إن الجزء ده أصبح عندي مخصصات كبيرة منه بتروح لمواجهة الكوارث، فأنا أصبح عندي كعبء تاني اتضاف لي كدولة في طور النمو، إن أنا عندي جزء كبير راح في دعم، في الدعم زي اللي حصل في الكوفيد لما اضطرنا يبقى في دعم للأسر والعمالة المؤقتة. في عندنا جزء آخر وده يمكن هنعاني منه، وزي ما سيادتك تفضلتي منظمة الصحة العالمية حذرت منه، انتشار الأوبئة. الأوبئة بتنتشر يا إما أمراض جديدة وتبدأ تنتشر بصورة كبيرة فتتنقل لمرحلة الوباء، يا إما أنها حاجات معروفة ولكن ظهورها في أماكن غير المألوفة. وفي الحالتين الجهاز المناعي للمكان ده، للإنسان اللي عايش في المكان ده، غير متأقلم مع الوباء ده، فهينتشر بصورة كبيرة، أو إن الدولة غير مؤهلة إنها تبدأ تقاومه، فبالتالي هينتشر بصورة كبيرة. عندنا مشكلة تانية، ارتفاع منسوب البحر. ده هيؤدي إن المدن الساحلية ممكن يبقى فيه تآكل في الشواطئ، ممكن يبقى فيه مشكلة اقتصادية فيها، ممكن يبقى فيه مشكلة اجتماعية في هجرة داخلية. أو اللي احنا قلقانين منه هو الهجرة الخارجية. والهجرة الخارجية هنتنقل منها لبعد التالت اللي هو بعد سياسي. أنا عشان خاطر يحصل هجرة خارجية نتيجة مش نقص في الوظائف أو في الرزق، لا، نتيجة أن بعض الأماكن هتبقى غير قابلة للمعيشة. وبالتالي الأماكن الغير قابلة للمعيشة نتيجة الجفاف الحاد أو نتيجة الفيضانات الحادة أو نتيجة التغيرات الدرجات الحرارة العالية جدا، هتؤدي للهجرة لأماكن أخرى. وبالتبعية هيبقى في بعد اجتماعي هو تأقلم مجتمعات متغيرة مع بعضها، وبعد سياسي ما بين الدول وحدودها. دي كده احنا بنتكلم على أبعاد كلنا هنحسها. والبعد الأكبر منهم هو بعد الاجتماعي الناجم عن تأثيرات اقتصادية سلبية وتبعياتها على الحالة النفسية وتبعياتها على الوضع الاستقرار النفسي، سواء للدولة ككل أو للمواطن وهو الأساس للدولة. صحيح، ودي نقطة مهمة جدا، مسألة البعد الاجتماعي ومن ثم البعد النفسي وتأثر الصحة النفسية للإنسان بالتغيرات المناخية، ويمكن ده ابتدينا نشعر بيه مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة. بالضبط، هي سيادتك هي لها بعد نفسي بحت سايكولوجيكالي، أنا إن غير متخصص في الجانب ده، ولكن الجانب الآخر اللي نقدر إن احنا نوضحه هو أي تبعيات اقتصادية بيكون لها تأثير سلبي وضغط على الفرد، وبالتبعية بيبقى له تأثيرات سلبية نفسية، سواء كانت في طريقة تقبله للأحداث، سواء كانت في طريقة تعامله وتفاعله مع حركة التنمية اللي بتحصل في الدولة، ممكن يوصل لمرحلة التجاهل التام، أو يوصل لمرحلة عدم الرغبة المطلقة، يوصل لمرحلة أنه تحت ضغط دائم. دي كلها تبعيات نفسية بتبقى بتظهر في سلوك الفرد. صحيح، ويمكن ده اللي بيجبرنا جميعا كدول، وده اللي بنرجو انه يحدث في الالتزام بتعهدات لكل القمم السابقه للمناخ، وكان اخرها قمه شرم الشيخ COP27. يعني لابد للدول المتقدمه ان تفي بتعهداتها في مساله التغيرات المناخيه، وانه يعني نبدا نشوف فارق في هذا الملف. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم سليمان، استاذ المناخ وتغير، استاذ البيئه وتغير المناخ، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه النهارده، وتكونوا ايضا يعني تابعتوا حفل العظيم مدحت صالح على قناه الحياه. والحقيقه انه هذا الحفل وما يليه من حفلات بيؤكد انه بلدنا وطن يفيض بالمواهب دايما طول الوقت،
وبنسعد بهذه الكوادر الفنية والقوى الناعمة المصرية اللي بنفتخر بيها في كل مكان. دايما يا رب أشوفكم على ألف خير.